مرحبا، أنا عبد الرحمن القاضي، والنهاردة هناخدكم في جولة جديدة من جولات ميدو في الجامعات التركية. النهاردة جولتنا تكون في جامعة إسطنبول أوكان. جامعة إسطنبول أوكان اتأسست سنة 99 عن طريق مؤسسة أوكان للثقافة والرياضة والتعليم، وتعد جامعة أوكان من الوجهات المفضلة للطلبة الأجانب، حيث موجود هنا أكثر من 4000 طالب أجنبي من أكثر من 80 دولة. جامعة أوكان بتحتوي على أكثر من 50 برنامج بكالوريوس متقسمين على 10 كليات، ده غير طبعا برامج الدراسات العليا، حيث أنه موجود هنا 58 برنامج ماجستير و19 برنامج للدكتوراه. وكمان الجامعة عندها اتفاقيات تبادل طلابي حوالين العالم، وده بيقدر يخلي الطالب يدرس فصل أو فصلين من نفس تخصصه بنفس مصاريف الجامعة بس برا تركيا. واللي برضو بيميز جامعة أوكان إنها بتوفر للطالب الدبلومة الزرقاء بعد التخرج، ودي دبلومة معترف بها دوليا خصوصا في أوروبا، فده معناه إن الطالب ما بيحتاجش يعادل شهادته في أي مكان برا تركيا. والمميز برضو هنا ان الجامعة بتوفر لك ازدواج التخصص، يعني بعد اول سنة ممكن تدرس تخصصين في نفس الوقت وتاخد عليهم دبلومة هما الاثنين. وبرضو اللي بيميز جامعة اوكان ان الحرم الجامعي بتاعها مجهز بشكل متكامل لخدمة الطالب ولراحته. على سبيل المثال السكن الطلابي اللي بيسع اكتر من 1400 طالب، وكمان 11 مركز بحث علمي وثلاث قواعد بيانات ممكن الطالب يستخدمها عشان يساعدوا في بحوثه، ده غير طبعا المختبرات والمعامل اللي مجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا. بالإضافة لده جامعة أوكان بتحاول على قد ما تقدر أنها تجهز طلابها قبل التخرج للحياة العملية. على سبيل المثال هنا في الجامعة متوفر قاعة محاكمة كأنها حقيقية بالضبط عشان طلبة الحقوق تقدر تتدرب فيها على اللي درسوه، ده غير طبعا طلبة طب وطب أسنان اللي بعد سنة ثالثة الجامعة بتوفر لهم ان هم يروحوا ويبدأوا يتدربوا في المستشفيات الخاصة بالجامعة او الجامعة متعاقدة معها عشان يشوفوا اللي درسوه قدام عينيهم، ده غير المطبخ اللي متجهز بالكامل لطلبة تخصص الطبخ. وكمان الجامعة هنا بتوفر للطلبة كل الخدمات اللي ممكن يحتاجوها بس هنا جوه حرم الجامعة، زي المطاعم والكافيهات العالمية، خدمة طبية على مدار الساعة، انترنت سريع جدا متوفر حوالين الجامعة كلها على مدار الساعة، ده غير طبعا المرافق الترفيهية اللي الجامعة بتوفرها زي سينما، صالون شعر وماركت، ده غير المرفقات الرياضية اللي الجامعة بتوفرها للطلبة زي ملاعب التنس، ملاعب السلة، ملاعب الطايرة، المسبح وملاعب كرة القدم. وبكده تكون انتهت جولتنا النهاردة في جامعة إسطنبول أوكان. نستناكم الفيديو الجاي وفي رحلة جديدة.